السلام عليكم متابعين الكرام، هذا هو الصب. مثل ما ترون قاعدين نحاول ناخذ جزء نصبه ونمسح عليه من الفوق بالمربوعة عشان تطلع في تساوي للخرسانة. على قدم مساق في مدينة المطلع، أنا موجود بمدينة المطلع. اللي بيدق علي تلفون أو يشوفني أو أتقابل وياه أو استشارة هندسية، أنا موجود في المطلع وأنا حاضر كل لكم وأتشرف خدمتكم. هذه سالم مباركة، مهندس منطقة عيج معاكم. هذا هو الصب، هذه الخلاطات، ثلاث خلاطات، وعلى الويتنج ليست خلاطة واحدة عشان نعرف بالضبط شب نحتاج. طبعا يا جماعة المقاول زعلت منه حيل، كان المفروض يحط حدود حق فرشة النظافة، فأنا ماني عارف المصريين عندهم طريقة بايخة يسوي فرشة نظافة بدون عمل حدود، لا بالمربوع بالمرابيع ولا بالخشب المعاكس ولا بالدستور. هذا شغل بالنسبة لي مرفوض صراحة، أنا ماني عارف المقاول معلمة ولقيته كذي، وكلمت صاحب القسيمة قلت هذا لازم يصير تحت أوامري كذي ما ينفع. بعدين في تكلفة زايدة لما يصب بدون تحديد حق فرشة النظافة، راح يروح عليك 3 متر مكعب 4 متر مكعب، أنت أولى فيها. وبعدين شلون أعرف أني أنا صبيت 10 سنتي إلا لازم في مربوعة أو في حدود سوي لك يسمونها المصريين قدة، او على الاقل تحط لك تأشيرة او شيش عشان تعرف الـ بالضبط الرينج. طبعا متابعين الكرام استحالة انك راح تعرف او انك تجيب 10 سنتي بالضبط، لان لازم يصير في ميول، فلذلك الهدف في النهاية راح يكون في رينج من 7 سنتي الى 12 سنتي، في اماكن راح يصير 12 سنتي او 13 سنتي، في اماكن راح يصير 10 سنتي، في النهايه لازم من فوق يصير مرتب. وطبعا هذا هني يعني ما راح تنضبط 100% الا اذا في مقاول محترف يضبط لك يدق لك الشاش يعطيك القياس 100%. الان خلصت. طبعا فرشه النظافه راح يكلفنا 30 متر مكعب، راحت اول خرسانه او الخلاطه اللي فيها 8 متر مكعب، باقي 7 متر مكعب وفي 8 متر مكعب، وحطينا الرابعة على الويتنج ليست عشان نشوف بالضبط كم نحتاج. هي تقريبا 40 متر مكعب اكيد، مما لا شك فيه اقل شيء 40 متر مكعب، لان فلذلك راح عندنا ان شاء الله حفر بعد كم اسبوع او 3 اسابيع تقريبا، راح يكون المقاول سوري وراح يمشي باللي انا على كيفي من اختصاصي، وانا اللي مختار المقاول حق القسيمة اللي في مدينة المطلع الثانية اللي راح اشرف عليها بإذن الله، راح يصير تحت انصياعي وتحت انقيادي. لذلك هني هذا مالي سلطان عليه، لان من الاساس تقاول مع صاحب القسيمة، فاما لما اقول له كذي يروح العكس. فبإذن الله القسيمة الثانية راح نوفر فيها ونجيبها شغل هندسيا 10 سنتي لفرشة النظافة، راح نحط الشاش حدود على القسيمة ونحط مرابيع او خشب معاكس افضل من البداية، خشب معاكس افضل، وراح نخلي التربة سليمة، ولان هنا التربة اصلا فيها بداية الطبقة الصخرية، فاحنا هنا الحمد لله ما في سرداب عندنا، فلذلك الطابوق مثل ما انتم شايفين طبقة صخرية. نقرب لكم شوية هتشوفون صلبو، يعني زين ان القسيمة هذه مو سرداب، 3 ادوار وربع، فشي زين انه يعني خلاص لو نبي نحفر زيادة راح نعاني من الصلبوخ اللي هو الطابوق المتحجر، الصخور الرسوبية المتحجرة او المتحولة، فلذلك يعني صعب ان نكسر زيادة عشان نجيب 10 سنتي بالضبط. لذلك ان شاء الله من الان فصاعدا راح اعطي شروطي حق المقاول هذا، ولازم يمشي على الهدف مالي، اذا ما يمشي على الهدف مالي اقدم استقالتي صراحة. هذا هني ويا الشيخ الموجود، لكن في تهاون شوية، يقول لك هذه فرشة نظافة، فرشة نظافة سوي لي حدود. هذه السالفة لما بدون لا تحط الخشب المعاكس أو المرابيع، مثل خبز العجينة اللي تعجنها وتقطها تحصيل حاصل.